السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب مع باقة عطرة من ورود الياسمين والرياحين. معكم الأستاذة صفا محمد علي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. يسعدنا أن نلتقيكم اليوم تحت رعاية منصة أريد العلمية الفريدة بالإبداع والابتكار، وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة، أن ننطلق معكم اليوم في رحلة استثنائية نحو التفكير المستقل، لنكتشف سوية في هذا اللقاء العلمي المميز الموسوم بعنوان رحلة نحو التفكير المستقل. هذا الموضوع الحيوي المهم الذي يمثل حجر الأساس لتطوير القدرات العقلية وبناء شخصيات واعية قادرة على التمييز والنقد البناء وأبرز التحديات والحلول نحو التفكير المستقل لاتخاذ قرارات أكثر حكمة وتعبر بصدق عن شخصياتنا الفريدة. ويسعدنا أن يقدم لنا في هذه المحاضرة سعادة الدكتور سامر يحيى الدريعي، أحد أبرز الشخصيات الأكاديمية والتربوية، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وقد اكتسب خبرة تعليمية وتدريبية تمتد لأكثر من 20 عاماً، تعاون خلالها مع وزارة التربية والتعليم العالي في قطر، وساهم في إعداد جيل من المدرسين في تركيا، وعمل كمحاضر في معهد الجامعي التابع لجامعة الإيمان اليمنية. إلى جانب عمله الأكاديمي، أسهم الدكتور سامر في تطوير الفكر الإسلامي والعربي من خلال مجموعة من المؤلفات البارزة مثل لا تكن إمعة، ورحلة نحو التفكير المستقل، وأسرار الإعراب القرآني في كشف جواهر المعاني، وتعليم اللغة العربية للطلاب في أرض المهجر، وغيرها من الأعمال المميزة التي تمثل إضافة قيمة للمكتبة العربية. في هذا اللقاء سيأخذنا الدكتور سامر في رحلة لاستكشاف كيفية تحرير الفكر من قيود التقليد والتبعية، وكيف يمكننا بناء عقلية مستقلة قادرة على التحليل والنقد، ليسهم في تشكيل مجتمع واع وقادر على مواجهة تحديات العصر. نشكركم حضورنا الكرام، ونتطلع معكم في هذا اللقاء لسعادة الدكتور. تفضل سعادة الدكتور، معكم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأستاذة صفا على هذا التقديم البليغ الموجز، ونشكر أيضا منصة أريد، هذه المنصة العظيمة التي تجمع الباحثين والأكاديميين الذين ينطقون باللغة العربية من كل أصقاع الدنيا، على إتاحتهم الفرصة لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نلتقي به معكم في رحلة نحو التفكير المستقل. سيكون بداية نستهل لقاءنا هذا بقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، من علماء القرن السادس الهجري، قال: وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. طبعا قوله بليغ يدفعنا إلى أهمية العقل والتفكير والتأمل والتدبر،
وألا نغفل عقولنا وأن نغطيها ونتبع أقوال الآخرين في رحلة الظلمة. إذا أعطي الإنسان شمعة يستضيء بها، قبيح أن يطفئها ويمشي في الظلمة. والله عز وجل قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. في هذه الآيات نعى القرآن على أولئك الذين رهنوا عقولهم لغيرهم، حتى ولو كانوا أقرب الناس إلى المرء، يعني آباءهم، أجدادهم، أسلافهم، أقاربهم. لذلك سنمضي في هذه المحاور في هذه في هذا اللقاء مع أهم المحاور المتفرعة طبعا في بيان مفهوم الإمعة في رحلة التفكير المستقل. أخطار التبعية على الشخصية المسلمة، والمحور الثالث طبعا وفيها فروع، التحديات والحلول نحو التفكير المستقل. نبدأ معكم أولا بمقومات الشخصية المسلمة. كيف ينبغي أن يكون الإنسان المسلم؟ الشخصية المسلمة مستقلة تتميز بعدة سمات أساسية، منها الاستقلالية والتميز. الاستقلالية والتميز. كيف الاستقلالية؟ ينبغي على المسلم أن يكون ذا شخصية مستقلة، ولكن للأسف إن كثيرا من الناس لا يتمتعون اليوم بشخصية مستقلة وكيان علمي بارز، يعني ليس عنده نزعة حرة في التفكير، بل يذوب أمام تأثير الآخرين. وهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن القرآن الكريم حارب التبعية التي لا تستند إلى الحق والتي ترتكز على التقليد والهوى والتعصب الأعمى. فالإنسان عندما يشعر بالاستقلالية، لا يتبع هواه، لا يقلد، لا يتعصب، فإن هذا يعصمه من أن يكون تابعا، من أن يكون إمعة. وسنبين ما معنى الإمعة التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. هذا الشعور، شعور المسلم بالاستقلال، أيضا ينبغي أن يكون مضبوطا بالاتباع الصحيح للكتاب والسنة والوقوف عند نصوصها، يعني لا يكون مستقل خارج الكتاب والسنة، إذ ليست الاستقلالية مأخوذة على إطلاقها. يعني بعض الناس يرى نفسه أنه غير ملزم مثلا بنصوص الكتاب والسنة، أو مثلا يأخذ من الكتاب ولا يأخذ من السنة، يقول ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به فقط. طيب السنة لا يجد نفسه ملزم بها. لا، هذه ليست استقلالية، هذا انحراف عن المنهج الصحيح، وهذا الفهم خاطئ. لكن الاستقلالية تحفظ الإنسان من السير خلف كل ناعق، وتضبط توجهاته ليسير معها كيف سارت ويدور معها كيف دارت. إذن قلنا القرآن الكريم عاب على أصحاب العقول الذين سلموا عقولهم لغيرهم عندما قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني نأخذ من الأشياء الجاهزة. طيب لماذا لا تفكر بالجديد؟ لماذا لا تفكر فيما أتاك؟ نأخذ من الجاهز. طيب جاءك الإسلام جديدا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إذن عاب القرآن على أصحاب هذه العقول. الله عز وجل وهبهم هذه الشموع ليستنيروا بها، ولكنهم تركوها ومشوا في الظلمة، مع أن الآباء يا إخوة هم أقرب الناس إلى الإنسان وطاعتهم واجبة، لكن بالمعروف.
لكن هذا لا يعني أن تصل طاعتهم إلى مرحلة التقديس لآرائهم، فيصبح مثلا كل ما يقوله الأب أو يفعله دينا يجب الاقتداء به وتحرم مخالفته. أيضا التميز، حتى لا نطيل في معنى الاستقلالية، سنأتي على أشياء أخرى. التميز، التميز ما معنى التميز في شخصية الإنسان المسلم؟ أنا متميز يعني منفرد بصفة عن الآخرين. المسلم شخصية متميزة بسلوكها، تقف عند حدود الإسلام وشرائعه عبادة ومعاملة وأخلاقا، لا تجامل، لا تداري، لا تماري، لا تراوغ، ولا تدع لأي ضغط اجتماعي فرصة للتأثير عليها حتى لا تتهاون في شيء من قيمها. طبعا هذه الشخصية شخصية تعتز بمقوماتها من غير كبرياء، لا تلين، لا تضعف، لا تذوب في أي بيئة تعيش فيها أو مجتمع يضمها. شخصية تؤثر في غيرها ولا يؤثر عليها. الشخص المسلم الذي يخضع للعادات والتقاليد الفاسدة التي تفرض وجودها بالانتشار في بعض المجتمعات ويجاري أحوال الناس في فسادهم، أو يعيش في مجتمعات غير إسلامية لمقاصد سليمة، فلا يلبث طويلا حتى ينخرط في سلكها. يعني الذين هاجروا إلى الغرب إذا لم يحافظوا على استقلالهم الديني والإسلامي، وإذا لم يحافظوا على تميزهم القيمي والسلوكي والديني، فلا يلبث أحدهم طويلا حتى ينخرط في سلك تلك المجتمعات ويذوب فيها ذوبانا، والعياذ بالله، سيمضي به إلى الهلاك. ربما يتقبل أوضاع حياتها التي تتنافى مع عقيدته أو دينه. ممكن أن نصف هذا الشخص أو ذاك بأنه لا شخصية له. لماذا؟ لأنه تهاون في مقومات شخصيته الإسلامية وأهدر مثلها. لنضرب مثلا يا إخوة، كلكم أفاضل وكبار وعظماء، يعرف قصة تحول المسلمين عن القبلة الأولى إلى القبلة الجديدة، الاتجاه إلى القبلة الجديدة، حيث حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة. لماذا؟ نعتبر هذا تميزا، التميز الذي يبدأ بالقبلة التي يتجه إليها المسلم في كل يوم 5 مرات، وينتهي بتصوره وعقيدته ومنهجه في الحياة. لماذا وجه الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا متوجهين إلى بيت المقدس؟ الله عز وجل لماذا قال في كتابه العزيز؟ قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة. هنا السر في معنى التوجيه، أي لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا، فيوشك أن يوافقونا في ديننا، فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة. يعني حتى لا نكون تابعين، يعني هم سيقولون هؤلاء تابعونا في قبلتنا، يصلون إلى بيت المقدس كما نصلي، إذن يمكن أن يتبعونا في أشياء أخرى. فالله عز وجل لا، حمى المسلمين من هذا وجعل لهم استقلالية، جعل لهم تميزا وخالف. وفي كثير من المناسبات النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منا أن نخالف اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى، حتى في صيام عاشوراء، وهذا تعرفونه، خالفوا اليهود والنصارى. لماذا؟ حتى ما يكون في نفوس غير المسلمين شيء لهذه التبعية، أي أن هؤلاء المسلمين يتبعوننا في شعائرنا. فالله عز وجل حمى المسلمين، حمى المسلم وميزه وحماه من هذه التبعية. فبين الله سبحانه وتعالى أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم، ليكون ذلك أقطع لما يقطعون فيه من الباطل.
ومعلوم أن هذا المعنى طبعا ثابت في كل مخالفة وموافقة. يعني بالمختصر، حادثة اتباع، حادثة تغيير القبلة، تميز عظيم للإنسان المسلم حتى ما يشعر الآخر بأن المسلم تبع له في هذا الأمر. فالله عز وجل حمى المسلم، لأن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريبا مما كان لليهود من الحجة في القبلة. فلذلك قطع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فالتميز والاستقلالية في الشخصية، المسلم المستقل لا يتبع الآخرين اتباع أعمى، أيضا يتميز، التميز بمعنى الانفراد بصفة عن الآخرين، هذه صفة أخرى أيضا للشخصية المسلمة، وسنأتي على الثقة بالنفس إن شاء الله تعالى. الذي يتبع غيره اتباعا أعمى دون تدقيق أو تمحيص ويسلم رأيه وفكره للآخر، وصف هذا الشخص بأنه إمعة. طبعا الإمعة هو الشخص الذي لا رأي له ويتبع كل ناعق، كل من ينادي له ويصيح، ومجرد مقلد لا يستطيع اتخاذ أي قرار مستقل. طبعا وهذا النوع من التبعية مذموم في الإسلام، وطبعا جاء في تعريف التبعية، في تعريف الإمعة، تعريفات كثيرة، منها أن الإمعة من يكون مع من يوافق هواه ويلائم أرب نفسه، يعني اللي بيجي معي على هواي أنا بتبعه. أيضا الإمام البيضاوي قال الإمعة أي تابعا لغيره، لا رأي له ولا تدبر، فيكون في مجامع الأمور مع متبوعه، أي إن أحسن أو أساء، يعني إن أحسن الناس أحسن، طب وإن أساءوا أساء. لذلك ورد أن الإمعة هو الذي يقول للناس أنا أكون مع الناس كما يكونون معي، فإن أحسنوا إلي أحسنت إليهم، وإن أساءوا إلي أسأت إليهم. طبعا وهذا ليس من خلق المسلم، خلق المسلم ادفع بالتي هي أحسن، لكن تقول إن أحسن الناس إلي أحسنت وإن أساءوا إلي أسأت. فجاء النهي عن هذا الفعل، يعني أنا أكون مع الناس كما يكونون معي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا من معاني الإمعة. أيضا الشيخ أبو زهرة رحمه الله قال في الإمعة أولئك الذين ينظرون ويتبعون الفريق الغالب في المعركة التي تقوم بين الخير والشر، وما أكثرهم اليوم. هؤلاء الذين يكونون مع الفريق الغالب، مين بيغلب أنا معه، أولئك هم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الإمعة، أنا مع الفريق الغالب. أيضا وحديثا قالوا في الإمعة الذي يكون تبعا، فأيام الملك يقول يعيش الملك، أيام الثورة تحيا الثورة، أيام الاشتراكية يقول هل يوجد أحسن من الاشتراكية، عندما تكون رأسمالية يقول هذا أفضل فدع الناس يعيشون. ثم بعد ذلك يقول نريد أن نبيع القطاع العام، هذا أفضل حل، أنا أؤيد هذا الموضوع. فلا تدري مع من يكون. فهذا هو الإمعة، لا يهمه شيء، مات الملك يحيى الملك، أنا مع اليمين أنا مع اليسار والعياذ بالله. أيضا أصبح معنى الإمعة في الإسلام يطلق على الجاهل، وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة بين ذلك. كيف يعني فلا تغدو إمعة بين ذلك؟ قال فإنما بين ذلك جاهل أو جهل، يعني الجاهل كما سيمر معنا سهل انقياده، سهل انقياده، تستطيع مباشرة أن تقوده فينقاد. فإذا الإمعة يا إخوة والشخص الذي لا رأي له، يمين يسار ما عنده مشكلة، يتبع الناس إن أحسنوا أحسن، إن أساءوا أساء، إن أحسنوا إليه أحسن إليهم، إن أساءوا إليه أساء إليهم، وهذا مذموم في خلق الإسلام. طبعا قد يتبادر إلى الذهن هل الإمعة هو ذو الوجهين، يعني يوم مع هذول ويوم مع هذول؟ الفرق بين الإمعة وذي الوجهين، طبعا
سبقت الإشارة إلى أن وصف الإمعة يطلق على أوصاف حدة من الناس، ومنها الذي يقول لكل أحد: أنا معك، أنا معك، أنا معك. وهنا يلتقي مع ذي الوجهين المنافق بقوله المتلون بحديثه. فالنبي فابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا. زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا. هذا نفاق. وجاء في ذي الوجهين وعيد شديد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يريد أنه يأتي إلى كل قوم بما يرضيهم، سواء كان خيرا أم شرا. وهذه هي المداهنة المحرمة. وإنما سمي ذو الوجهين مداهنا لأنه يظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض، فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشر. وكذلك يظهر لأهل الحق أنه عنهم راض، وفي باطنه أن هذا دأبه في أن يرضي كل فريق منهم، ويريه أنه معهم وأنه منهم. إذن لذلك سمي بالمداهن. وهذا جاء فيه وعيد شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، والعياذ بالله. إذن يفارق وصف الإمعة ذا الوجهين في كل الأوصاف إلا وصف واحد، ما هو؟ ألا وهو المداهنة، إذ يقول لكل فريق هو معهم ويؤيد رأيهم. لكن الغالب أن وصف ذي الوجهين المداهن منافق، يقول لكل أحد هو معهم إرضاء لهم. أما الإمعة فالغالب أنه إذا تابع أحدا يكون مقتنعا بفكرهم، يعني الغالب وليس أكيد، وذلك حسب القوم المتبوعين، مع احتمال عدم الاقتناع بفكرهم، بل يميل مع هواه حيث مال. فليس الغالب عليه وصف النفاق مثل ذي الوجهين. الشاعر يقول: وكم من صديق وده بلسانه، خؤون بظهر الغيب لا يتذمم، يضاحكني عجبا إذا ما لقيته، ويصدفني منه إذا غبت أسهم. كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا، وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم. صاب هو شجر مر، له يعني له لبن، ربما إذا أصاب الجلد أحرقه. فهذا الفرق بين الإمعة وذي الوجهين. ننتقل الآن مباشرة إلى التفكير المستقل من خلال ما مر معنا، بأن الذي رهن عقله للآخرين واتبع الآخرين بأشيائهم الجاهزة ولم يبدع من عنده أو يستقل برأيه، يتبين معنا أن التفكير المستقل هو المعاكس تماما. وسمات المفكرين المستقلين: أولا الثقة. المفكر المستقل يكون واثقا من نفسه، يكون واثقا مما يقول، يكون واثقا مما يتكلم به. من أهم مميزاته الثقة. لماذا؟ لأنها تزيل حواجز الخوف لدى المفكر المستقل، تجعله على استعداد دائما لتقبل المجازفة، المخاطرة، التفكير خارج الصندوق بكل جرأة، اتباع الجرأة في اتخاذ القرارات، مواجهة الاختلاف. كل هذا لأنه واثق بنفسه. أيضا الأمانة، جميع الصفات التي تتعلق بالصدق والأمانة يتمتع بها المفكر المستقل. لماذا يتمتع بالأمانة؟ لأنه يكون صادق مع الآخرين، صادق مع نفسه. لو لم يكن صادق مع نفسه، صادق مع الآخرين، لا يستطيع أن يتخذ قرار سليم.
لماذا؟ لأن القرار الذي يتخذه ينبغي أن يكون غير متحيز، لا يوجد فيه تحيز. كذلك صفة الأمانة تمنحه أن يكون على قدر من الثقة والشفافية مع من حوله، مما يمنحه القدرة على بناء فريق، مثلا إذا كان مدير أو إذا كان رب أسرة، يكون عنده شفافية، يكون عنده صدق، يواجه الناس باستقلالية من غير تحيز. أيضا من صفات المفكر المستقل حل المشكلات، لا يخاف المفكر المستقل من حل المشكلات، بل يتعامل معها على أنها فرص جديدة من أجل البحث عن حلول بديلة، يعني حتى ولو بعد 100 محاولة. وكلكم بيعرف عام 79 و800 وألف عندما أعلن أديسون عن اختراع المصباح الكهربائي، لكن بعد 100 محاولة، بعد 100 محاولة، العقبات التي تواجهه ما هي إلا محفز قوي لشخصيته، بل ويستخدمها في البحث عن الحلول المبتكرة بدون الشعور بالفشل أو التراجع خطوة إلى الوراء. مما يميز التفكير المستقل أيضا التركيز. التركيز، يمتاز المفكر المستقل بالتركيز المنطقي والتفكير المنطقي. أخيرا المرونة، يعني أحيانا يقول الإنسان أنه التفكير المستقل، هل صاحبه مثلا يتميز يمتاز مثلا أنه والله هو عنده غرور، أنه أنا عندي رأي مستقل عن آراء الآخرين، أنا متميز؟ لا لا لا، لا يقبل رأي الآخرين. التفكير المستقل يتميز بالمرونة. لماذا؟ لأنه منفتح بشكل جيد حول الأحداث من حوله. يمنحه أيضا، تمنحه المرونة القدرة على التفكير في الحلول المبتكرة وتقبل الآراء المختلفة، يعني يتقبل رأي الآخرين، يدرس رأي الآخرين، ثم بعد ذلك يعطي رأيه. إذا ليس مستقلا بمعنى أنه مغرور وأنه له رأي يخالف الآخرين، لا، يتقبل رأي الآخرين. علامات التفكير المستقل، التفكير المستقل نقدي، يعني لا يقبل أي شيء كما هو. نحن اليوم يا إخوة أصبنا في بيئة العمل بشكل عام بمن يقول نعم لكل شيء. طبعا في بيئة العمل بشكل عام في كل زمان ومكان، لن تستفيد من إنسان يقول لك نعم في كل الظروف. لن يستفيد اليوم المدير من موظف أو مستشار يوافق على كل شيء، يعني أي تصويت نعم، أي استشارة نعم. هذا الموظف الذي يقول لمديره في كل شيء نعم، هذا لا نستفيد منه. لذلك بعض المديرين يلجأ إلى تأجيل الرأي أو القرار. لماذا؟ لأنه لو طرح قراره كل الناس يقولون نعم، فالمدير لا يستفيد من موظف أو مستشار يوافق على كل شيء. المجاملة يا إخوة التي تقود إلى نعم بالموافقة على تنفيذ عمل غير أخلاقي أو مخالف للنظام أو نعم هكذا، سيكون مآلها الندم بعد فوات الأوان. الرأي المستقل لا يشترى من البقالة، لا يشترى من أي مكان. الرأي المستقل هو نتاج تعليم وتربية وتدريب. لذلك بعض المديرين إذا أراد يعني أن يعرف أو أن يستفيد من الموظفين عنده، يحاول اكتشافهم، اكتشاف الموظف. مثلا هذا الموظف هل عنده أفكار جديدة؟ هل عنده رؤى؟ هل عنده إبداع؟ هل عنده ابتكارات؟ فيستثمر صاحب الرأي المستقل، يطرح بعض الأسئلة، بعض الأفكار الجديدة، بعض المبادرات. المدير الناجح يرحب بمن يطرح الأسئلة والأفكار الجديدة والمبادرات، يطرح الحلول، يرحب بمن يطرح الحلول ولا يكتفي بسرد المشكلات مثلاً.
احيانا بعض المديرين في الدوائر يتبع اسلوب في التعرف على الموظف الذي يعبر عن رايه بصراحه. مثلا بيعرض عليه الموظف مسوده قرار من اعداده او كلمه افتتاحيه كتبها مثلا لمناسبه معينه، ثم يوجه سؤالا للموظف، يقول له للموظف: هل يمكن ان توضح لي مثلا ما الاخطاء في هذه المسوده او في هذه الكلمه، او اعطيني رايك؟ هذا الاسلوب من المدير عندما يريد ان يكتشف مثلا بعض الموظفين الذين عنده. هذا الموظف اذا كان يتمتع بتفكير مستقل فانه يعطيه ملاحظاته ويبين له رايه، ولا يكتفي بان يجامل ويقول له: نعم ما شاء الله، هذه كلمة عظيمة وكلمة ممتازة، وهذا رأيي، وهذا المشروع عظيم. لاحظنا؟ إذن تفكير مبني على التفكير الناقد الذي يحلل الأمور، ينظر إليها، يشكل حولها دائرة نقد، يظهر مثلا نقاط الضعف، نقاط القوة. هكذا يكون التفكير المستقل، وليس ممن يقول نعم لكل شيء. لذلك أيضا من علامات التفكير المستقل وجود شكوى، وجود شكوك دائمة. يعني صاحب التفكير المستقل لا يأخذ بالأشياء بمظهرها بتاتا، لذلك يعتمد على وجود الشكوك الدائمة خلف الأشياء، عدم قبول الحقائق أو التصديق بها، بل السعي إلى ما وراء ذلك. يعني ما بيصدق مباشرة، لابد أن يمحص، أن يدقق. عدم الاعتماد على الرأي العام أي من أهم سمات التفكير المستقل، لا يعتمد على الرأي العام أو المشي وراء القطيع. يعني أصحاب التفكير المستقل يا إخوة لا يهمهم إذا كانوا يتعرضون للنقد، لا يخاف من كونه مختلف عن الآخرين، بل يعتقد أن الأغلبية العامة قد تكون مخطئة، لذلك يعني ينفرد برأيه. الله عز وجل قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني ليس دائما نحن مع الكثرة الكاثرة، ممكن يكون أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، كافرين، فنحن بنروح مع الكثرة، مع الأغلبية. طيب إذا صار في تصويت وأخذوا الناس بالأغلبية، طيب برك الأغلبية على خطأ، دائما نقول نعم؟ ما ينفع هذا الكلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما امتدح أعظم الشهداء من؟ قال: الذي يقول كلمة حق أمام سلطان جائر. يعني ما يقول دائما نعم. الأصحاب التفكير المستقل لا يتعاطف مع الآراء السياسية حتى أو الآراء الدينية، سيأتي معنا. في أغلب الأوقات لا ينحاز التفكير المستقل إلى أي حزب أو تنظيم سياسي أو ديني، بل دائما يخرج من الإطارات المحتملة من التحزبات، لا يستسلم لأي معتقدات. وهذا من أكثر السمات، وهذه من أكثر السمات الدالة على التفكير المستقل. لذلك اللي عنده مثلا تفكير مستقل ما بيحب الوظيفة. طبعا كلنا موظفين، لكن غالبا اللي عنده تفكير مستقل يعني ما بيحب الوظائف. ليه؟ لأنه الوظيفة بتخليه ينصاع للأمر. طيب هو ما بيتلقى الأمر كما هو. سبحان الله، المفكر بده يأخذ الأمر ويدرسه ويشوف نقاط الضعف، نقاط القوة فيه، بعدين يقتنع فيه، بعدين هو يقرر. لذلك الموظف بيجي الامر بده ينصاع للامر. صح؟ صاحب التفكير المستقل سبحان الله هو اكثر الناس بعدا للانصياع عن الاوامر. لذلك صاحب التفكير المستقل هو من اكثر الناس بحثا عن الحرية. الاعتماد على الحكم الفردي، كيف الحكم الفردي؟ طبعا هذا ما لم يكن دينا، لأنه في الدين وأمرهم شورى بينهم. يعني مثلا أحيانا يصلح أن يكون الحكم فردي، يعني أنت تعطي حكم، هذا الحكم مبني على ماذا؟ مبني على خبرة،
طيب مثال ذلك الحباب ابن المنذر الصحابي الجليل عندما في غزوة بدر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل منزل الحباب ابن المنذر، ما حسب خبرته أنه هذا ليس بمنزل يا رسول الله. طبعا أعطى رأيه حسب خبرته، قال هذا ليس بمنزل النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المرونة الذي يقبل الرأي الآخر. قال له ما هذا يا يعني ما الأمر يا أيها الحباب؟ قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ يعني هيك الله بده ولا هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، الرأي والحرب والمكيدة. قال له إذا كان الرأي والحرب والمكيدة هذا ليس بمنزل، المنزل اللي بدنا ننزله بنروح نذهب فننزل عند أبيار بدر، بنستولي على الآبار، بصير الآبار تحت سيطرتنا، نحن بنعطش بنشرب، العدو بيعطش ما بيلاقي ما يشرب، فمنعطش العدو، وهي خطة. فعطى رأيه، لكن هذا الرأي معتمد على إيش؟ على خبرة سمحت له بذلك. سلمان الفارسي عندما عطى رأيه بحفر الخندق حول المدينة ليحصن المدينة من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم قبل رأيه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده مرونة وشاور الصحابة واعتمد على هذا الرأي. لكن هذا الرأي اعتمد عليه عن خبرة، لأن الفرس كانت عندهم هذه الوسيلة في التحصين، فنقل هذا الرأي الفردي للرسول صلى الله عليه وسلم وقبله. صاحب التفكير المستقل لا توجد عنده ثقة عمياء، وخاصة في شخصيات ذوي السلطة. وقد حدثتكم عن الذين يقولون نعم دائما، دائما تتبع الأغلبية نظرية القطيع، لديها ثقة عمياء في السلطة أيا كانت هذه السلطة، رئيسا في العمل أو صاحب سلطة بصورة أكبر، والتي تعتمد بشكل مباشر على الثقة العمياء في السلطة، في أصحاب السلطة يعني. لكن صاحب التفكير المستقل لديه من الوعي ما يكفي لمعرفة أن صاحب السلطة هو مثل أي إنسان، يخطئ يصيب مهما كانت قامته في المجتمع، لذلك هو لا يسير مع القطيع، بل يسير في طريق متفرد بنفسه دون الخوف من أي صاحب سلطة، لذلك ممكن أن يكون شهيدا ويقول كلمة حق وأمام سلطان جائر. أصحاب التفكير المستقل يا إخوة عقليتهم منفتحة. قد يعتقد البعض كما قلت لكم أن التفكير المستقل يعني تشبث بالرأي، عدم تقبل الآخر، لكنه على العكس تماما. التفكير المستقل يعتمد بشكل كبير وأساسي على الانفتاح على جميع آراء الآخرين، ثم بعد ذلك يتم تحديد وجهة نظره التي تناسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، يعني بعد ما يستشير يذهب فيصلي الاستخارة ثم يقرر. من الذي قرر؟ هل أحد قرر عنه؟ لا، قرر بنفسه. طيب يأتي اليوم شخص يقول لك يأتي مثلا للشيخ يقول له يا شيخ اعمل لي استخارة. طيب أين رأيك؟ أين عقلك؟ أين اتباعك للسنة؟ لماذا تسلم الاستخارة لشخص آخر؟ ألست شخصا مستقلا؟ ألست مسلما متميزا؟ ألست أنت المعني بالاستخارة؟ كيف يعني؟ أين عقلك المنفتح؟ تقول له اعمل لي استخارة، طيب كيف بده يعمل لك استخارة؟ يأتي هو يصلي عنك؟ لا، استشار ثم استخار ثم قرر ومضى. طبعا وإذا قرر ومضى فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه ويلهمه الصواب. لذلك صاحب التفكير المستقل عنده استقلالية عن آراء الآخرين. مفتاح التفكير المستقل هو الاستقلالية أيا كان رأي الناس من حوله، حتى وإن كانوا غير محبوبين.
وكما قلت لكم صاحب الرأي المستقل لا يخاف أن يكون مختلف أو أن يساء فهمه، ولا يعني هذا كما قدمت آنفا أنه مغرور، لا، عنده ثقة بنفسه، عنده ثقة بنفسه. يعني لنضرب مثل، اليوم المسلم في الغرب أو المسلمة في الغرب، مسلمة محجبة، هل يهمها كونها مختلفة عن المجتمع الذي حولها؟ هل يهمها كونها مختلفة أو أن يساء فهمها؟ هل يهم المسلم في الغرب كونه مختلف في سلوكه، في تفكيره عن الآخرين، عن المجتمع الذي يعيش به فيه؟ لا يهمه. لكن هذا يعني أنه واثق من نفسه، من آرائه، معتمد على تفكيره الصحيح المرتبط بالكتاب والسنة بدون أي انخراط أو ذوبان لنفسه وفكره وعقله في المجتمع الذي يعيش فيه والذي يحيط به إحاطة السوار بالمعصم. نسأل الله سبحانه وتعالى لإخوتنا الذين في الغرب أن يحفظهم وأن يحميهم وأن يعينهم وأن يثبتهم على هذا النهج وعلى هذا الفكر الإسلامي المتميز المستقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا جميعا على ذلك. طبعا أنا ضربت بعض الأمثلة، والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة. ننتقل مباشرة إلى أهمية التفكير المستقل. أولا، تطوير الشخصية. التفكير المستقل يسهم في بناء شخصية قوية وواثقة من الذات وقادرة على المبادرة والابتكار. في كتاب للدكتور عبد الكريم البكار، طبعا من العلماء القرن المعاصر، اسمه اكتشاف الذات. هذا كتاب جيد أن نقرأه. أيضا من أحب لأبنائه، أيضا كتاب 50 شمعة، أيضا للشيخ عبد الكريم البكار، الدكتور عبد الكريم البكار، دع ابنك يقرأ هذا الكتاب، أعطي لابنك يقرأ 50 شمعة إلى أبنائي وبناتي. كتاب جيد ونافع، قرأته. طبعا هو 200 صفحة، لكن مو 200 صفحة يعني كبيرة ومخيفة، لا، بالعكس، إذا أخذه الولد يعني بيصلح للطالب مثلا صف تاسع، صف عاشر، 11، مرحلة ثانوية، من التاسع فما فوق. كتاب جيد ونافع، بيطور الشخصية. أيضا عندنا اتخاذ قرارات مدروسة. التفكير المستقل يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على التحليل والتقييم بدلا من الاعتماد على الآخرين. وأنا ضربت لكم مثال، الأمثلة كثيرة، ضربت لكم مثال الحباب ابن المنذر لما عطى قرار للنبي صلى الله عليه وسلم، عطى قرار مدروس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أعطاه الخطة، قال له بدنا نفعل كذا وكذا وكذا وكذا، نشرب ولا يشربون، يعني أعطاه عدة أشياء جعل الطرف الثاني أن يقبل رأيه، سبحان الله، فكان مؤثرا. أيضا مواجهة التحديات، التفكير المستقل يمنح الفرد القدرة على مواجهة التحديات والتعامل بفاعلية. لو طبعا مهما واجهه من تحديات فيستطيع التغلب عليها، وضربت لكم مثال والأمثلة على ذلك، المسلم في الغرب مهما واجهته من تحديات فإنه محافظ على دينه واستقلاليته وتميزه وفكره الصحيح، لا يذوب في مجتمعه الذي يحيط به. أيضا تحقيق الأهداف، التفكير المستقل يساعد على وضع أهداف واقعية وتحقيقها بنجاح. ما بينجح الإنسان في الحياة إذا ما كان له هدف، إذا ما كان عنده أهداف يسعى لها ما يستطيع أن ينجح في الحياة. في بعض الأخوة يرسلون على الرسائل، هل هناك شيء مهم؟
نعم، بعض الإخوة يقول الثقة هي ثبات للشخص كثبات الطير في ثورة العاصفة. نعم، أي كثبات المسلم في دول الغرب. كل محاولة رغم الفشل هي بمثابة نجاح. أصحاب التفكير المستقل هم غالبا يكونون أصحاب الشخصية الإصلاحية والاجتماعية والقيادية. أحد الإخوة يقول رجاء عنوان كتاب الدكتور عبد الكريم البكار. له مجموعة كتب منها اكتشاف الذات. يطلب بعض الإخوة في الشات أن نعيد عنوان الكتاب اكتشاف الذات. وله كتاب هذا يصلح لأبنائنا الطلبة، إلى أبنائي وبناتي 50 شمعة. 50 شمعة. له عدة كتب، له كتاب القراءة المثمرة إذا أردتم، مو كثير كبير، 132 صفحة. القراءة المثمرة 132 صفحة. أيضا كتاب نافع جدا، تأسيس عقلية الطفل. كل أب وأم ينبغي أن تقرأ هذا الكتاب، تأسيس عقلية الطفل، طبعا 170 صفحة. أيضا كل أب وأم يقرؤون كتاب أيضا للشيخ عبد الكريم بكار، كتاب القواعد العشر في تربية الأبناء. كتاب ليس كبير، يعني 100 صفحة. طبعا ما بعض الأخوة هلا يقول أنا عم أعمل يعني ترويج لكتب الدكتور عبد الكريم بكار، لا لا، بس على بعض الأخوة طلب العناوين في الشات. القواعد العشر كل أب وأم يقرأها في التربية حتى تصلح للمعلمين. أيضا هذا كتاب أيضا لمن يريد أن يكون مفكرا، له كتاب تكوين المفكر، بس هذا كتاب 205، يعني شيء 225 صفحة. تكوين المفكر هذا، نعم. أيضا له كتاب المناعة الفكرية، هذا ليس بكبير، 131 صفحة، المناعة الفكرية. وله كتاب التفكير في المفقود، هذا كمان كتاب جيد إذا بدك يكونك أيضا مفكر وذا تفكير، يعني تبحر في التفكير. هذا كتاب نافع، التفكير في المفقود. فهذه جملة كتب، له كتب أخرى، هذا يعني ما يخص موضوعنا الذي نحن فيه. إذا اكتشاف الذات، 50 شمعة كتبها بعض الإخوة على الشات، القراءة المثمرة، تأسيس عقلية الطفل، القواعد العشر في تربية الأبناء، تكوين المفكر، والمناعة الفكرية، والتفكير في المفقود. هذه صارت موجودة في الشات. هذه أهمية التفكير المستقل في الحياة. الآن دعونا نقارن بين الشخصية المستقلة والشخصية الإمعة. نريد من الإخوة أن يشاركوا معنا. نريد بعض الإجابات للمقارنة بين الشخصية المستقلة والشخصية الإمعة غير المستقلة. نريد من الإخوة أن يشاركوا معنا في هذه المقارنة. طبعا إذا في مجال افتح المايك وشارك. نعم دكتور، بارك الله فيكم، يعني نعطي مجال لمن يرفع أداة اليد لإعطائه الصلاحية، بارك الله فيكم. نعم. نعم. أستاذ أنور تفضل. السلام عليكم، مساكم جميعا، معكم أنور كبهة من فلسطين، معالج نفسي ومدرب دولي أونلاين. تحياتي للدكتور، طبعا المحاضرة قيمة جدا ويمكن أجت بوقتها، لأنك صراحة طرحت كثير من الأمور المهمة يمكن كانت غائبة عن بالنا، ممكن جعلتنا نفكر مليا في بعض الأمور اللي طرحتها، شكرا لك. الشخصية المستقلة باعتقادي غالبا بيكون التفكير اللي لهم إيجابي، الشخصية الإمعة بيكون تفكيرهم سلبي. النقد الشخصية المستقلة في الغالب بيكون نقد بناء، الشخصية الإمعة بيكون نقد جارح.
ايوه الشخصية المستقلة اللي بيكون متسامح مع نفسه، راضي عن نفسه، متقبل لذاته. الشخصية الأمعة بيكون هو غير متقبل لنفسه، غير راضي عن نفسه، غير راضي حتى عن يعني عن كل شيء فيه. الشخصية المستقلة باعتقادي بيكون فيها غذاء للجانب الروحي، بتحاول قدر الإمكان أن توافق ما بين الجانب الروحي وجوانب الحياة الأخرى، يعني بتحاول توازن بين جوانب الحياة بطريقة كاملة. الشخصية الأمعة ما بتوازن، بتكون حياته عبارة عن فوضى أكثر منها تنظيم وخلينا نقول دقة. حلو الشخصية المستقلة غالبا بتكون ذات تفكير إيجابي، وغالبا بتكون شخصية إصلاحية وقيادية. الشخصية الأمعة بحاول إنه يصل إلى مركز القيادة لكنه بيفشل، لأنه نمط الشخصية اللي عنده أو السمات الشخصية الموجودة عنده ما بتأهله إنه يكون من أصحاب خلينا نقول الشخصية القيادية. الشخصية المستقلة بيأثر في الآخرين، الشخصية الأمعة صعب إنها تأثر في الآخرين. الشخصية المستقلة في الغالب بيكون متعاطف مع نفسه ومتعاطف مع الآخرين. الشخصية الأمعة صعب جدا يكون متعاطف لا مع نفسه ولا مع الآخرين. حتى الشخصية الأمعة يعني خلينا نقول بيكون في عنده خوف من التعاطف مع نفسه، وخوف من التعاطف مع الآخرين، وخوف من استقبال التعاطف من الآخرين. يعني في صراحة لو جينا نقارن راح نلاقي كثير من الأمور، يعني على الجانب الانفعالي نقول شخصية مستقلة بيكون ثابت انفعاليا، يعني الشخصية الأمعة بيكون سريع الغضب. الشخصية ايوه من الناحية السلوكية بتكون سلوكياته حسب البيئة الموجود فيها في المجتمع، ما بيحاول يسوي سلوكيات خلينا نقول معادلة للمجتمع، لكن الشخصية الأمعة ممكن يكون شخصية معادلة للمجتمع. في الجانب المعرفي الشخصية المستقلة في الغالب بيكون إنسان واعي، متحضر، فاهم، عنده أساليب خلينا نقول للتواصل مع الآخرين، لفن الإقناع. الشخصية الأمعة بحاول إنه يثبت نفسه لكن بيفشل، لأنه ممكن أساليب الاتصال والتواصل مع الآخرين بتكون غير صحيحة وغير سليمة. والجانب المعرفي يعني بيعمل حاله زي ما بنقول الفلسطينية أبو العريه. على الجانب الوجداني العاطفي مثل ما حكيت، الشخصية المستقلة بتحاول دائما تعكس مشاعر الآخرين، يعني لما بيكون في هناك حالة حزن عند شخص بحاول الشخصية المستقلة إنه يعكس مشاعره مع حزن هذا الشخص، وإذا كان مشاعر فرح نفس الشيء. لكن الشخصية الأمعة ممكن بتلاقي مشكلة في التعبير عن المشاعر. يعني في صراحة كثير من الأمور لو جينا نقارن راح نلاقي كثير في مقارنات، راح نعم أكتفي صحيح بمشاعر الآخرين. شكرا لك. صحيح، الله يبارك فيك. مشكور يا أستاذ أنور على هذا التفصيل الرائع المبدع، مشكور مشكور، جزاك الله خيرا. طيب في أحد غير الأستاذ أنور؟ دكتور، في بالشات الدكتور عبد الكريم قريش وضع بعض المعلومات كذا. أيوه الدكتور عبد الكريم، جزاك الله خيرا. الشخصية المستقلة تتميز بقدرة الفرد على اتخاذ قراراته الخاصة، نعم إذا، والثقة بالنفس والقدرة على تحمل المسؤولية، بينما الشخصية الأمعة أو الشخصية التبعية تفتقر إلى الثبات في الرأي والاعتماد على الآخرين في اتخاذ قرارات، مما يجعلها تتنقل وفقا لرغبات الآخرين دون وجود مبدأ خاص بها. أحسنت بارك الله فيك دكتور عبد الكريم، ما شاء الله. صحيح، يعني اختصرت ما قلناه سابقا. نعم طيب، إذا الشخصية المستقلة والشخصية الإمعة. الشخصية المستقلة قادرة على التحليل والبحث والاستقصاء. الشخصية الإمعة تعتمد على آراء الآخرين في اتخاذ القرارات. الشخصية المستقلة متحمسة للتجريب وتقبل التحديات. أيضا أصلا هم يعني التحديات عندهم مجالهم، يفرحون للتحديات. تخاف من التحدي والمخاطرة الشخصية الإمعة، لا يخاطر لا يتحدى. الشخصية المستقلة واثقة من قدراتها وشخصيتها. الشخصية الإمعة تفتقر إلى الثقة بالنفس. الشخصية المستقلة لديها القدرة على التفكير الناقد وصنع الأحكام، إذا لا تقبل أي شيء كما هو، لا تأخذ الأشياء على عماها، لا يقول لأي شيء نعم، وإنما يحلل، يفكر، يبين نقاط الضعف، نقاط القوة، ثم يعطي رأيه بناء على النتائج المبنية على المقدمات والأسباب.
الشخصية الإمعة تتبنى آراء الأغلبية دون تمحيص، يعني يأخذ من الجاهز، يأخذ من الجاهز. لماذا يأخذ من الجاهز؟ حتى يريح نفسه، يعني مثل ما قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لماذا نبدع؟ خلاص نأخذ من الجاهز، نحن لا نريد أن نبدع، نأخذ من الجاهز. فإذا هو لا يريد أن يتعب نفسه في التفكير، لا يريد أن يتعب نفسه في الإبداع، في المبادرة، لا يريد أن يتعب نفسه في الابتكار، بل يريد أن يريح نفسه. والكسل ليس من صفات المسلم، الإنسان، الشخصية العظيمة المستقلة المتميزة التي وهبها الله سبحانه وتعالى عقلا ونورا وضياء، كما قال ابن الجوزي في مقدمة لقائنا، وهبه الله سبحانه وتعالى هذه الشمعة، فلماذا يطفئها ويعيش في الظلمة؟ هناك تحديات، التحديات التي تواجه التفكير المستقل. ما هي هذه التحديات؟ أولا، قد يكون من هذه التحديات طبيعة الإنسان وطبيعة شخصية الإنسان وسجيته. يعني ممكن يكون إنسان مثلا عنده انفصام في الشخصية، عدد من الناس على مدار التاريخ يسوقهم تكوينهم النفسي، طبعا تكوينهم النفسي لم يأتي من فراغ يا إخوة، صار عنده تكوين نفسي حصيلة المؤثرات البيئية والوراثية، يسوقهم تكوينهم النفسي إلى اتخاذ موقفين إزاء القضية الواحدة. هذا يقف عائق أمام التفكير المستقل، لا يستطيع أن يكون تفكيره مستقلا إذا كان عنده انفصام شخصية، يأخذ موقفين إزاء قضية واحدة، طبعا أحدهما ظاهر والآخر باطن، يعلنون غير ما يكتمون، يقولون غير ما يفعلون، يدفعهم الخوف الذي يتصورونه جاثما عليهم في كل لحظة إلى تغطية بواطنهم بأستار ظاهرية يختبئون خلفها علها تحميهم من الانكشاف. وهم إذا ما خلوا إلى أنفسهم وشعروا أنهم غدوا بمنأى عما يخيفهم دفعوا الأستار جانبا وظهروا على حقيقتهم. هذا بيكون عنده صعوبة أن يكون صاحب تفكير مستقل، صاحب هذه الازدواجية والقلق والثنائية في اتخاذ المواقف. ما يصلح أن يكون ذا تفكير مستقل إلا إذا درب نفسه وقرأ بعض الكتب، من جملتها التي ذكرتها، وقرأ كتب مثلا، أيضا أرشح كتاب العظماء العشرة أظن لمنصور الخالدي، هذا كتاب جيد نافع، يقرأ عن العظماء. أيضا كتاب كلنا يعرفه، كتاب عبد الرحمن رأفت باشا، صور من حياة الصحابة، نعم صور من حياة الصحابة، هذا يقرأ عن العظماء، يقرأ عن الشخصيات القادة، يقرأ هذا. إذا ما قرأ ممكن فيما بعد يتغلب على نفسه المريضة ونفسه العاجزة وعلى نفسه ذات الازدواجية والقلقة والثنائية. ممكن إذا درب نفسه وقرأ كما قلت لكم عن العظماء وعن القادة وعن الصحابة، وهذان الكتابان نافعان، كتاب العظماء العشرة لمنصور الخالدي وكتاب صفحات من حياة الصحابة، يعني كل مدة يقرأ عن واحد أو اثنين حتى يصلح للناشئة. أيضا مما يقف عائقا فقدان الثقة بالنفس، إذا شخص ما نواثق من نفسه، هذا أيضا تحدي كبير في رحلة التفكير المستقل. إنسان ما عنده ثقة بنفسه، يعني كيف ما عنده ثقة بنفسه؟ دائما يزري بقدر نفسه، يعني إنه أنا لا أصلح، أنا ما بمشي حالي،
لا يرى حقا لنفسه في أن تأخذ مكانها في الحياة، لا يرى حق لنفسه أن تأخذ موقفها مع الناس، يرضى لنفسه أن يقاد فينقاد دون أن يفكر أو يقدر. أحد الطلاب كلفته بكتابة مقال، فقال لا أعرف، طبعا طالب في الصف العاشر، كلفته بكتابة مقال قال لا أعرف. قلت له أنت الآن تبعث لنفسك رسالة سلبية، إنه هي لا تعرف، إنه هي غير قادرة، أنت ما عندك ثقة بنفسك. لا يا أخي، قل لا أستطيع، قل قادر. يا أخي اكتب من هذا المقال سطرين ثلاثة أربعة خمسة، حاول، كن واثقا بنفسك، لا تعتمد على الجاهز، لا تكن جاهز للانقياد. الدكتور الشنقيطي والمعذرة ينقل قول عبيد الله بن المعتمر في تفسيره، يقول لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. طيب هذا الإنسان لماذا يقلد؟ لأنه ما نواثق من نفسه، يزري بقدر نفسه، لا يرى لها حقا في أن تأخذ مكانها في الحياة. لذلك يا إخوة، الفشل الذي نراه ونعيشه بين أفراد المجتمع المسلمة سببه ضعف الإرادة المتولد من عدم الثقة بالنفس، وعدم الثقة بالنفس نوع من العجز لا يرتضيه الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز، فقدان الثقة بالنفس هو نوع من العجز اللي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم إلى آخره، الحديث الصحيح. إذا هذا العجز ناتج عن فقدان الثقة، إذا ضعف الإدارة ناتج عن فقدان الثقة بالنفس، هذا تحدي كبير. أيضا الجهل، لا نريد أن نقف كثيرا حتى الوقت ما يداهمنا، الجهل من أقوى سد منيع يقف في وجه التفكير المستقل. الدكتور عبد الكريم البكار حفظه الله في كتاب اكتشاف الذات دليل التميز الشخصي، هذا بالكتاب ماذا يقول؟ يقول الجهل هو أخطر مشكلة واجهها الإنسان على مدار التاريخ. لاحظوا ماذا يقول؟ والمشكلة الكبرى أن يكون المرء جاهلا بأنه جاهل. الله أكبر، اقرأوا هذا الكتاب، يعني كتاب نافع، كتاب الذات اكتشاف الذات دليل التميز الشخصي. أنواع الجهل، كم نوع للجهل؟ أنواع الجهل العلماء قسموا الجهل 3 أنواع، جهل بسيط وجهل مركب وجهالة. الجهل البسيط مثل إيش؟ الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، يعني مثلا لو شخص من أدغال إفريقيا نشأ ببادية بعيدة ثم أسلم، فقلت له أتعرف أن هناك صلاة تسمى صلاة الظهر؟ يقول لك نعم، فتسأله كم ركعة في صلاة الظهر؟ فيقول لك لا أعلم. طب لا أعلم، طبعا هذا لا أعلم، هذا جهل بسيط، لأنه لا يعلم شيئا فقال لا أعلم. فهذا يمكن أن تعلمه وتقول له مثلا الظهر 4 ركعات. هذا صاحب الجهل البسيط لماذا لا يعلم؟ لأنه مثلا هذا أسلم جديدا، دخل على هذا المجال من جديد، هذا جاهل من علمه، هذا جهله لا يكون سدا منيعا أمام أن يتعلم وأن يكون مفكر وأن يتعلم التفكير المستقل. لماذا؟ لأنه تفكيره بسيط، لأنه جهله بسيط. الجهل المركب النوع الثاني هو التصور الخاطئ للأشياء مع اعتقاد أن تصوره صحيح. الله أكبر، هي طامة كبرى، يعني عنده علم مخالف للعلم الصحيح. مثلا لو جئت إلى رجل فسألته، أو إلى شخص سألته هل أنت عالم؟ يقول لك أنا أعلم أهل الأرض. فتقول له مثلا صلاة الظهر كم ركعة؟ صلاة العصر مثلا كم ركعة؟ فتسأله سؤال يعني أنه عادي، فيقول لك هذا السؤال الذي أتعبت نفسك لتسألني إياه، الظهر 7 ركعات. لاحظ، هذا جهل مركب، هذا
يعني تصور خاطئ الأشياء مع اعتقاد، وهكذا في أي مضمار عندنا جهال يقولون مثل هذا الكلام، هذا جهل مركب. وعندنا من أنواع الجهل طبعا أصحاب الجهالة، اللي هو العلم بالشيء وتطبيق الخطأ له، مثلا كأن تعلم أنه المعصية حرام ولكن إنسان بيعصي، يعني التطبيق الصحيح لهذا العلم أن تجتنب هذه المعصية لكن بيرتكب الإنسان المعصية، هذا ما بيسمى جهل، هذا بيسمى جهالة، بيسمى جهالة. عنده علم أنه أن فعله يعني سوء، ولكن يعني لضعف نفسه فإنه يرتكب هذا، هذا جهالة. قد تنطبق الأقسام الثلاثة على الإمعة، فبعضهم يكون جهله بسيطا، إذا جيت لا تعلمه ما بيتعلم، بيقول لك ما بدي أتعلم، ما لا يريد أن يتعلم، فإذا لكن لو أراد أن يتعلم هذا بيخرج من إيش؟ من الحالة اللي هو فيها. لكن الطامة الكبرى إذا كان جهله مركب، يكون من أهل العناد، صر على جهله وغلطه وهو يدعي المعرفة أكثر من غيره، هذا إذا كان جهله مركب هذا والعياذ بالله يعني من أكبر التحديات. أما الثالث فهو الذي يعلم الحقيقة لكنه يخالفها لمآرب، ممكن شخصية، لمآرب ضعف في نفسه، أو لمآرب مثلا يتبع فيها سادته وأمراءه. بعض الناس هكذا يعلم أن هذا خطأ وهذا غلط لكن معلمه وسيده هكذا يريد فيتبع قوله ورأيه. فهذا هو الجاهل الذي يسهل انقياده لمن استجهله، يعني مثل سيدنا، مثل فرعون، الله عز وجل قال فاستخف قومه فأطاعوه، في أحد التفاسير يعني القبط وجدهم جهالا فقادهم فانقادوا له. وهكذا من يعرف الحقيقة ولكن يتبع الآخرين في قوله هذا يستخف عقله، يستخف عقله. أيضا يا إخوة التعصب، ما هو التعصب؟ هذا التعصب الذي ابتلينا به، التعصب عدم قبول الحق عند ظهور دليله، عدم قبول الحق. صاحب التفكير المستقل يقبل الحق ولو كان يعني من عدو. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري، كلكم يعرف القصة، لما كان أبو هريرة يا إخوة كان حارسا على مال الزكاة، مال الصدقة، وكان يأتيه كل يوم شخص ويسرق ويعاهده أنه ما يرجع في اليوم الثاني، يتركه في اليوم الثالث، في اليوم الثاني يرجع ويتركه في اليوم الثالث، رجع مسكه. فماذا قال له؟ قال له اتركني بعلمك شيء تستفيد منه. فماذا قال له؟ قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تستيقظ، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فعلمه آية الكرسي، راح لعند النبي صلى الله عليه وسلم، لما واجهه قال له ماذا فعل أسيرك الليلة يا أبا هريرة؟ فعرف أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم على اطلاع، قال له أتدري من كنت تخاطب منذ ثلاث؟ قال ذاك شيطان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد صدقك وهو كذوب، يعني كلامه صدق. إذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، إذا أويت إلى فراشك وقرأتها، هكذا علمه. فتعلم شغلة ما كان يعرفها، فلما نقل النبي صلى الله عليه وسلم النبي قبل الحق عند ظهوره هذا الدليل، وقال له صدقك وهو كذوب، مع أنه هو عدو الإنسان الشيطان. إذن التعصب هو عدم قبول الحق. المتعصب لشخص أو جماعة يرى الحق ولا ينقاد له. يعني مثلا جاء في الحديث عن بنت واثلة ابن الأسقع أنها سمعت أباها يقول قلت يا رسول الله ما العصبية؟
قال أن تعين قومك على الظلم. طيب ظالم وتعينه، إذا أنت صاحب عصبية. من صور التعصب أيضا في حياتنا المعاصرة التعصب لاتباع مذهب من المذاهب، اتباع مذهب من المذاهب الأربعة في مسألة يسوغ فيها الخلاف، وقد يكون رأي الإمام الآخر أقوى من رأي الإمام الذي أتبعه مثلا. ويرحم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأئمة كلهم، كلهم على خير، حذروا من التعصب وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة. يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث عن الرسول فقلت قولا يخالف قول النبي فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك القول. إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني ما معقول أنه مثلا أنا شافعي أو حنفي يأتيني الدليل، لا أخي الشافعي هكذا قال، الحنفي هكذا قال. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول للإمام أحمد بن حنبل، الشيخ الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة صاحب المسند، فكان عالم بالحديث. فماذا كان يقول له الشافعي؟ كان يقول له: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عنكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرونا نرجع إليه. لاحظ، فأخبرونا نرجع، نرجع مجزوم. يعني ليش؟ لأنه جواب الطلب، يعني مجرد أن تخبرنا نرجع. فأخبرونا نرجع، نرجع فعل مضارع مجزوم عن جزمه السكون، لأنه في جواب الطلب، يعني مجرد أن تخبرنا نرجع. هكذا لا يوجد تعصب. يعني الإمام السبكي في الطبقات بيذكر أنه الإمام الشافعي رحمه الله ترك القنوت في صلاة الصبح. الشافعية إلى الآن، جميع الشافعية في الكون صلاة الصبح بده يقنط، إذا ما قنط بيسجد للسهو. ليش؟ لأنه بيعتبره من أبعاد الصلاة. لماذا الشافعي؟ السبكي، راجعوا قول السبكي، بيحكي عن الشافعي ترك القنوت في صلاة الصبح. لماذا؟ لأنه صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه، فلم يتعصب لقوله أو فتواه خشية من أحد. يعني حتى ما، يعني الناس سيقولون الشافعي خالف، الشافعي خالف قوله. الشافعي له مذهبان قديم وجديد، كثير من قوله في الجديد بخالف القديم، ما عنده مشكلة. وليقل الناس، بل رجع إلى السنة التي صحت عنده، ما عنده تعصب. لأنه لو تعصب يا إخوة لوصف بأنه متبع للهوى، وهذا من التحديات أيضا، اتباع الهوى. لأنه الهوى هو ميل القلب إلى ما يستلذ به. يعني أنا بدي أنتصر بقولي، يا أخي أنا بدي أخالف. لا، والهوى سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. فالإمام الشافعي ما هو صاحب هوى، يتراجع. إذا صح الحديث عنده فإنه يرجع إلى القول الصحيح. من التحديات يا إخوة الفقر. للفقر تبعات كثيرة وآثار سلبية لا حصر لها على المجتمعات. سيدنا علي قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. لماذا؟ لأن الفقر يؤدي إلى أشياء كثيرة. الفقر يجعل المواطن لا ينظر إلا إلى الأمور التي يراها من منظوره، ينظر إلى أولوياته، يعني التي تسد احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ودواء. طيب غير هيك، فكر، مشغول بلقمة عيشه، طيب مشغول بدواء لأولاده، مشغول فقير ما عنده مجال يفكر، ما عنده مجال يبتكر، ما عنده مجال للإبداع، ما عنده. الفقر من التحديات، كل ذلك يجعل الفقير مضطرا أيضا لأن يكون تابعا للجهة التي تدعمه.
وتنفق على أسرته. أيضا الفقر سبب للتبعية، فهو على مذهب من يدعمه. كثير ناس فقراء، يعني الناس الذين هجروا بسبب الحرب إلى المخيمات صاروا على مذاهب من يدعمونهم. يعني إذا بيدعمه شخص سلفي بيصير سلفي، بيصير هذا الفقير سلفي، خلاص عطى عقله للداعم. إذا كان صوفي بصير صوفي، إذا الداعم صوفي بصير صوفي، إذا كان الداعم حزبي بصير الفقير حزبي. هكذا ربما أصبح علماني أو يساري متطرف، وبعد فترة يفقد هذا الفقير شخصيته ورأيه. لماذا؟ لأنه يتوجه حيثما يوجهه المنفق الذي يعطيه مؤونته في كل شهر، حتى وإن كانت أفكار المنفقين هدامة. وما أكثرهم يا إخوة، هؤلاء الذين اتبعوا آراء باطلة وصاروا على مذاهب الداعمين والمنفقين والعياذ بالله، وربما أنفقوا أموالا لنشر أكاذيب وتضليل الشعوب. لذلك يا إخوة، بعض المنصرين والمبشرين بدين النصارى إلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى الدول الفقيرة، يعني إلى دول إفريقيا، يذهبون من أجل التنصير، لأنه هذا الفقير على دين من يدعمه. لذلك نحن بحاجة إلى دعاة، إلى دعاة جادين مجتهدين همهم الإسلام، يذهبون إلى البلاد الفقيرة من أجل أن ينقذوها، حتى ما يكون الفقير على مذهب من ينفق عليه ويطعمه ويأتي له بدوائه ودواء أولاده. أيضا من أكبر التحديات البيئة، البيئة يا إخوة، البيئة. الإنسان يتأثر بطبعه بمن حوله، فمن الناس من يكسب أخلاق حسنة، وهناك من يكتسب كثيرا من الأخلاق السيئة، يعني يكتسب. المجتمع مليء 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 منذ الصغر، ونحن نتعلم من أقراننا في المدرسة أو من الطريق أو من السوق، وذلك من خلال الاحتكاك بالناس. الأسرة من ضمن البيئة، الأسرة أكثر ما يتأثر الإنسان في الحياة من البيت الذي يعيش فيه، الأشخاص الذين يربونه وفي مقدمتهم الوالدان، فللوالدين دور بارز في الإصلاح، في صلاح الأبناء واستقامتهم، طبعا بعد توفيق الله عز وجل. لذلك قلت لابد من قراءة القواعد العشر في التربية للدكتور عبد الكريم، أيضا بعض الكتب في التربية. الوالدان هما الحجر الأول الذي ينشأ فيه الطفل منذ ولادته، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، يتلقى منهما التوجيه والرعاية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالدان، وكلنا يعرف قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص حين حاولت أمه صده عن الإسلام، عندما رأت ابنها يخرج عن دينها حاولت رده إلى ما تعتقده صوابا عن طريق الضغط عليه واستغلال عاطفة الابن نحو أمه، لكنه أبى أن ينقاد، حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدين الله. لاحظوا يا شباب، الأسرة كيف تؤثر. مكثت أمه ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد، لكن قام أحد أبنائها وسقاها ماء وأنقذها من الهلاك، فجعلت تدعو على سعد
وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تصاحبهما، واتبع سبيل من أناب إلي، وأيضا: وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. إذن حاولت هذه الأم أن ترد هذا الولد إلى ما تعتقده صوابا، لأنه رأته يخرج عن دينها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم الابن يكبر ويكبر ويبدأ بالاحتكاك بالبيئة التي حوله. سهل بن عبد الله التستري هذا الغلام كلكم يعرف قصته والله أعلم، قال: كان ابن 3 سنين، كنت أنا ابن 3 سنين أقوم الليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن أقوم في الليل، يعني بيستيقظ في الليل، فبينظر خاله محمد بن سوار عم يصلي. فقال لي يوما خالي: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ فقال: قل بقلبك عند تقلبك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك. يعني عم يعلمه المراقبة: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. علمه كيف يراقب الله عز وجل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. لاحظ، خاله عم علمه المراقبة. فقلت: ذلك ليالي. ثم أعلمته فقال: قل ذلك وردده. قال فرددته، فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال عبد الله، قال التستري: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. فإذا علمه خاله المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فالأسرة لها أهمية كبيرة. لا أريد أن أطيل في الأسرة، البيئة والمجتمع. الدكتور عبد الكريم بكار في كتاب اكتشاف الذات يتحدث عن البيئة، يقول: القدرات الهائلة التي زود الله بها بني آدم يقتلها الناس من خلال التربية والتعليم والوسط المحبط، الوسط المحبط. وتدل بعض الدراسات على أن الطفل يولد وهو على درجة عالية من القدرة على الإبداع. يقول الشيخ عبد الكريم: بعض الدراسات تدل على أن الطفل يولد وهو على درجة عالية من القدرة على الإبداع، وأن الأطفال حين تكون أعمارهم بين 2 و4 سنوات يكون 95% من إبداعه منهم إبداعيين ومجددين، وإمكاناتهم في ارتقاء، ولديهم قدرة على التجريد والتخيل النشط. وأجريت دراسات على مجموعة من الأطفال في سن 7، فتبين أن نسبة المبدعين فيهم قد انخفضت إلى 4%، من 95 ل 4. ومع تقدم السن أكثر فإنه لا يبقى سوى 2%. قد ظل كل واحد من هؤلاء الأطفال يسمع من أبويه ومن إخوانه من يقول له: ماذا تفعل؟ هذا سخيف، هذا خطر، لا تلمس هذا الشيء، هذا لا يليق بك، أنت ما خرجك تعمل هيك، انت مثلا انت كسلان، انت ما بتصلح لهذا الامر. لاحظوا، لاحظوا الاحباط، لاحظوا الاحباط. قال: مما يؤسس في ذهنه في النهايه ان من الخطا الخروج عن الدرب المعهود. لاحظوا كيف درب معهود، ما تطلع عن الخط، وعن اطر التفكير السائده في اسرته. وياتي التعليم بعد ذلك التلقيني ليكمل المهمه في وأد الابداع. المدرسة والأسرة، يا إما بينشوا إنسانا إبداعيا مبتكرا مفكرا بيسأل ما بيسكت، بيسأل طبعا مع احترام،
لما بده يسأل مدرسه مع احترام، ولا لما بده يسأل أبويه مع احترام؟ وإذا خالف قوله أباه أو أمه يكون ذلك باحترام، لا يصل إلى درجة العقوق، لا يصل إلى درجة العقوق. نعم، أيضا كلنا يعرف قصة ملكة سبأ. ملكة سبأ من الأسباب التي منعت ملكة سبأ بلقيس من الإسلام ما هو؟ وجودها في بيئة كافرة. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. يعني صدها عن الإيمان العادي التي كانت عليها، لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوما يعبدون الشمس، فصدتها العبادة. إذا البيئة والأسرة بتأثر على الشخص. عقبة بن أبي معيط يا أخوة، طبعا القصة رواها الطبري في التفسير، معروفة، ممكن ما تكون قوية هذه القصة. عقبة بن أبي معيط دعا مجلسا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، قال لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القصة ولو ما إذا كانت شديدة الضعف أو ليست بصحيحة، ممكن أن تؤخذ، ممكن يعني أن تذكر لتكون شاهدا على تأثير البيئة. فقال ما أنت بآكل حتى أشهد؟ فقال نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلقيه أمية بن خلف، أمية بن خلف صاحب، والصاحب ساحب. أيوة، جاء التأثير هنا. فقال له صبوت؟ تركت دينك؟ فقال له لا، إن أخاك على ما تعلم، ولكني صنعت طعاما فأبى أن يأكل حتى أقول ذلك، فقلته وليس من نفسي. وسارع عقبة إلى الردة إرضاء لصاحبه. طبعا فأنزل الله عز وجل فيه وعيدا شديدا في سورة الفرقان، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن أثر عليه فضله. وطبعا ما بدنا نذكر قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، ولكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولها، خاف. لاحظ صاحب الإمعة الذي على دين، الذي على ملة عبد المطلب، الذي على دين آبائه وأجداده، الذي يخاف، يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو اللي كان يدافع عنه، واللي كان يعلم أنه دينه حقيقي، كان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. لكن وين المشكلة؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلم يسلم. الإعلام والغزو الثقافي، الإعلام والغزو الثقافي. لم ينجحوا سابقا برد المسلمين من حيث القوة، من حيث العسكر. فأحدهم قال إذا أردتم أن تقضوا على عقول المسلمين وأن تفسدوا عليهم دينهم، غيروا ثقافتهم، غيروا فكرهم. فوضعوا الخطط
وحاكوا المؤتمرات للغارة على أفكار ومفاهيم المسلمين وكل ما له وعلى كل ما له صلة بالإسلام حضارة وثقافة، وصارت قاعدتهم التي ارتكزوا عليها: إذا أرهبك عدوك فأفسد فكره. فالغزو الفكري والثقافي، الإعلام والغزو الفكري والثقافي يقف عائقا ضد التفكير المستقل، ذلك إذا تبنى الإنسان هذه الأفكار، لكنه إذا أعرض عنها وهذا هو المطلوب فإنه ينجح. أخيرا، هناك أسباب سياسية واقتصادية. من أكبر التحديات، وأكاد أجزم أنه لا يخفى على عاقل، ما فعله البترودولار من هيمنة على العالم وتبعية غير مسبوقة. لاحظوا يا شباب يا إخوة، التبعية التي تعيشها اليوم الدول المسلمة والدول العربية لدول الغرب ودول أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول العالم العربي والغربي، أدركت أن النفط سلاح اقتصادي يفوق في أهميته وتأثيره أضخم الأسلحة العسكرية في الدول المتقدمة. كما أنها أيقنت بعد حرب 73 أن منظمة أوبك ومن ضمنها المجموعة العربية تمسك بهذا السلاح طالما تسيطر على إنتاج النفط وتسويقه وتسعيره. بدأت نظرية البترودولار التي أسست للولايات المتحدة لكي تسيطر على الاقتصاد العالمي ولكي تكون القائد الاقتصادي الأول، ومنذ بدايات سنة 1970 عندما تم إنشاء اتفاق بين منتجي النفط أوبك وبين إدارة الولايات المتحدة في عهد الرئيس نيكسون. وفقا لهذا الاتفاق، انظروا يا إخوة إلى التبعية، بأن أي برميل نفط يشترى أو يباع في السوق العالمي يجب أن يتم استخدام الدولار كعملة أساسية للمبادلات النفطية، وأن أي دولة في العالم التي تريد الحصول على النفط عليها أولاً استبدال عملتها المحلية لصالح الدولار التي لا يكلف طباعته دون غطاء للذهب أكثر من 5 سنتات للدولار الواحد، وأصبح هذا الأساس يعرف بالبترو دولار. في عام 73 و900 ألف وافق العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز على قبول الدولار كعملة وحيدة لشراء النفط مقابل تقديم أمريكا الحماية العسكرية عفوا لحقول النفط في بلاده. سعادة الدكتور، نعم بقي من الوقت يعني شارف على انتهاء، يرجى إكمال لو سمحت. خلاص، أنا خلصت، بس هذا أه؟ آخر شيء. نعم، بارك الله فيكم. في عام 73 وافق العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز على قبول الدولار كعملة وحيدة لشراء النفط مقابل تقديم أمريكا الحماية العسكرية لحقول النفط في بلاده، وأقدمت دول أوبك الأخرى على تلك الخطوة عام 75 900 ألف، وبالتالي نجحت واشنطن بربط الدولار بالنفط بدلا من الذهب. طبعا هذه التبعية الكبيرة والعظيمة والخطيرة هذه أيضا تعد أسباب من الأسباب ومن التحديات، أسباب سياسية واقتصادية. طبعا لعلي أطلت عليكم، ربما طرحنا بعض الحلول من خلال النقاش والمعالجة وخطورة ما توصل إليه الشخصية الإمعة، الإنسان الذي لا يتمتع بالتفكير المستقل. لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، نقف عند هذا الحد ونستمع إلى بعض الإخوة إن كان لهم مداخلات أو آراء أو بعض المناقشات أو الإضافات. جزاكم الله كل خير، ونشكر منصة أريد التي أتاحت لنا
اللقاء بكم. الآن أحد الإخوة إذا بحب يشارك يرفع يده، والأستاذة تنظم الأمر. بارك الله بكم. باسمكم حضورنا الكريم، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور سامر يحيى على هذه المحاضرة القيمة والرائعة والرحلة الفريدة المميزة، ونرجو من حضراتكم رفع أداة اليد لمن لديه أي استفسار أو إضافة لإعطائه الصلاحية. بارك الله فيكم. تفضل دكتور إدريس، معكم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، أود تقديم الشكر والامتنان إلى منصة أريد على هذا العمل العظيم، هذا العمل الحضاري العقلاني الإيماني. أشكر كل من يساهم في هذه المنصة من قريب أو بعيد. شكري للدكتور المحاضر على هذه المحطات المتعددة التي تطرق إليها، وطبعا تحتاج إلى سنوات العمر من أجل يعني فهم كل هذه النقاط. لماذا؟ لأنه يتحدث بشكل عام عن مقوم، يعني عن العناصر الأساس الموجودة في الدين الإسلامي. فلهذا حتى لا أطيل عليكم، وسأحاول بقدر الإمكان أن أطرح هذه النقاط التي يعني عليكم على شكل ومضات. إذا قمنا بقراءة شاملة لمحاضرة الدكتور سامري، نجد على أن هذه المحاضرة يمكننا تلخيصها في الآية الكريمة، الآية التي انطلقت بها مسيرة الإسلام، ألا وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ما هي تركيبة هذه الآية؟ عادة نمر عليها مر الكرام كما نمر على كثير من الآيات، مصداقا لقول رب العالمين: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أنا أحاول أن أقف عند هذه المحطة، وهي محطة هذه المحطة الأولى، يعني الآية الأولى للمسيرة الإسلامية المضفرة. نلاحظ على أن أولا وقبل كل شيء، على أن الدين الإسلامي يبين لنا على أن الانطلاق يجب أن تعتمد على فضاء ثلاثي الأبعاد. البعد الأول وهو الذي يرتكز على القراءة، والقراءة هنا ليست بمفهومها يعني بالمصطلح المعروف، وإنما هي عبارة عن التأمل، التدبر، الغوص في أعماق الكون إلى غير ذلك. ثم القراءة، المحور الثاني، وهو المرتبط بالجانب القيمي أو العامل القيمي أو المركبة القيمية، والعامل الثالث وهو المرتبط بالإبداع. لكن الإبداع ليس مطلق الحرية، وإنما هو مقيد وفق القوانين السماوية. فلذلك كانت النصيحة يعني في التي أعطاها الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام لنا جميعا أثناء مناسبة قدوم سيدنا جبريل، والحديث الذي دار بين سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر معلم الإنسانية،
والصحابة تنصت إليه، تنصت إليهما، أقول تنصت إليهما ولا تسمع إليهما فقط بأذنها، ألا وهو الإحسان. ما معنى الإحسان؟ يعني أن تعبد الله كأنك تراه. ما معنى هذا الكلام؟ إن قمنا بإسقاطها في هذا في هذا في هذه الأثناء في هذا العالم الرقمي، نجدها بأنه عبارة عن البحث العلمي الإيجابي. هذا هو الإحسان، أي أن الإنسان يطبق الحديث النبوي الشريف: رحم الله عبدا قام بعمل فأتقنه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا على أن أولا الدين الإسلامي يرتكز بالدرجة الأولى على العقلانية الإيمانية، أي العقلانية أي الحكمة. بعد ذلك تأتي الجانب القيمي، لأن العلم بدون قيم لا يساوي شيء، والعكس الصحيح، بمعنى أن إذا كان لدينا الإيمان وليس لنا العقل، سوف تكون هناك، ربما ستكون كارثة، وربما ما نشاهده من أحداث وما شاهدناه في السابق والحاضر من أحداث يدل على هذا الكلام. ثم النقطة الثالثة وهي الإبداع. الإبداع، ويجب علينا هنا أن نتوقف وقفة تأمل وتدبر من أجل إعادة قراءة القرآن الكريم بطرق أخرى وبمسيرة أخرى. طبعا حينما نقول يجب إعادة قراءة القرآن الكريم، ليس معناه أنه يجب كما يقول البعض أن نقوم بتغيير آيات أو شيء من هذا القبيل، حاشا ومعاذ الله، وإنما يجب علينا أن نغير ما بأنفسنا. بماذا؟ لأن الأحداث الحالية التي نعيش في أجوائها تدل دلالة واضحة على أننا أخطأنا الطريق، وعلى أننا لم نفهم ديننا حق الفهم. بمعنى أن التطبيقات الحالية للإنسان المسلم المعاصر يجب أن تعتمد بالدرجة الأولى على التعاليم السماوية. فيحزنني أحيانا حينما يأتي عندي طالب، وأنا درست بالجامعة أكثر من 48 سنة، طلبت من جميع الفئات، طلبت الدراسات الإسلامية وطلبت العلوم الرياضية في مجالات التنقيب عن البيانات في البيانات والذكاء الاصطناعي. يأتي طالب عندي ويقول لي: أنت تتحدث عن الدين الإسلامي وعلى أن كل الأشياء يمكننا أن نستقي من، يعني أن نعتمد عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية، فما هي المحطة أو ما هي الرقعة الجغرافية التي يحتلها الدين الإسلامي في مجال مثلا الذكاء الوجداني الذي خرج كموضة جديدة بالولايات المتحدة إلى غير ذلك، أو في الذكاء الاصطناعي إن شئنا، أو إن أردنا أن نتحدث في هذا المجال الذي هو مجال كبير وواسع، ولا أريد أن أطيل عليكم. فإذا أقول له: إن أردت أن تفهم الدين الإسلامي فيجب عليك أن لا تنطلق من المدرسة الأمريكية، يجب عليك أن تنطلق من مدرسة قوية البنيان، واضحة المعالم، شفافة الطرح، ألا وهي المدرسة القرآنية، تليها المدرسة المحمدية. المدرسة المحمدية إن دخلنا إلى فضائها فإننا سنتواجد في علوم لا متناهية في الآفاق، يعني لها إسقاطات مستقبلية، منها ما نعرفه حاليا ومنها ما سنعرفه مستقبليا، وكل القضايا
عفوا التي دكتور. يتطرق لها الباحثون سواء ماضيا أو حاضرا، نجد أن تلك القضايا عبارة عن ومضات بسيطة موجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فإذا يجب علينا أن نستقي القوة. عفوا دكتور، يبدو أنه خلل، حدث خلل. نأخذ مداخلة أخرى باختصار لو سمحتم. أستاذ أنور تفضل. مساء الخير كمان مرة. يعني صراحة كمان مرة المحاضرة قيمة، دكتور أوجز فأبدع، تناول كثير من الأمور اللي صراحة يعني تعد مهمة لنا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الأسري وعلى الصعيد المجتمعي. أنا باعتقادي إنه الشخصية المستقلة، يعني كل ما كانت شخصية الإنسان مستقلة زي ما تفضل الدكتور، كل ما كان في هناك ثقة أكثر، كل ما كان في هناك طمأنينة أكثر، كل ما كان في هناك أمان أكثر، كل ما كان في هناك تغذية حتى للجانب الروحي. لأنه باعتقادي الشخصية المستقلة تضيف كثير للشخص في الجانب الروحي. بنعرف ان جوانب الحياه احنا كثير إنها موجوده عندنا، سواء كان جانب ترفيهي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، ثقافي، فكري الى اخره. كل ما كانت شخصيه الانسان مستقله، كل ما كان في هناك توازن في هذه الجوانب. بنعرف ان الانسان صعب انه يوصل الى مرحله توازن كامله في الحياه. اذا الانسان يحصل على نسبه توازن اللي هي 70% باعتقادي هو انسان سليم. وباعتقاد السلام النفسي يأتي من التفكير المستقل. التفكير الغير مستقل أو التفكير المبني على آراء الآخرين يعتبر عامل هدم في المجتمع والأسرة. أنا شبهت صراحة التفكير المستقل كالشجرة، أو شبهت الأسرة بالأحرى كالشجرة. التفكير المستقل هو كالشجرة. هاي الشجرة إذا وضعناها في مكان مناسب لها من حيث التربة، من حيث خلينا نقول التغذية، كثير من الأمور، كل ما هي الشجرة أثمرت. وكذلك الأسرة نفسها، الأسرة إذا اهتمت في أبنائها، إذا بنت قواعد البيت من الأساس بطريقة سليمة، باعتقادي راح تقطف ثمار الأبناء. شكرا لك دكتور، شكرا لكم، شكرا للقائمين على هذه المنصة الرائعة، تحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا لك أستاذ أنور. نأخذ مداخلة أخيرة باختصار لو سمحت. أستاذ طلحت تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أسعد وبركاته. الله مساءكم، نشكرك أختي الغالي ونشكر الأستاذ الدكتور سامر. الله يجزيك خير دكتور سامر، الله يبارك فيك. الله أنا يبارك سؤالي، فيك. الله يحفظك ويرضى عليك يا أبا محمد. سؤالي بسيط ومختصر، لكن بدي منك إجابة تكون يعني صريحة. في هذا العصر اللي احنا عايشينه، عصر السرعه والذكاء الاصطناعي والتعدد الثقافات، والثقافات ممكن متاحه لكل انسان وقاعد في منزله، نعم نعم هل نستطيع ان نقول تحقيق الشخصيه المستقله متاح وممكن 100%، ام ان الانسان لابد من انه يتاثر؟ ما لا يمكن ان نقول في هذا العصر انه انا ممكن اكون شخصيتي مستقله بشكل كامل، نسبيا ممكن نكون. هل توافقني هذا الرأي أم عندك رأي آخر؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم. بارك الله فيك دكتور طلحة، الله يسعدك ويسعد أوقاتك دائما. لا نستطيع أن نكون مستقلين تماما. طبعا نحن محكومين ضمن مجتمع، مستحيل أن نكون مستقلين. يعني نحن كموظفين، هل نحن مستقلون؟ لا يمكن أن نكون مستقلين، لكن في بعض الأحيان مطلوب مني الاستقلالية، مطلوبة. متى يعاب علي أن لا أكون؟ عندما مطلوب مني أن أكون مفكرا مستقلا في قضية تستدعي استقلالي بتفكيري، وأكون أنا مدقق ممحص ولا أفعل. أما مثلا أنا موظف وجاءني الأمر بالتطبيق، بدك تطبق، طب يعني أمر ما،
سأقوم بتطبيقه، لكن بشرط أن لا يخالف القرآن والسنة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الأمور يعني في الدنيا التي نعيشها، لا نستطيع بشكل عام أن نكون مستقلين تماما. وأنا ضربت لك مثال على الموظف، أحيانا ما عندك مجال أنت يعني تدرس القضية وتبين نقاط ضعفها وقوتها وتحللها وتشوف الأقوال فيها الصحيحة، وبعدين تبني النتائج وعليها أنت تقرر. أحيانا أنت مضطر أنك تنفذ مباشرة وتطبق، فأنت لست بمستقل. الأمر الثاني، إذا أعيد باختصار، إذا كان في مجال أن تظهر استقلاليتي وتفكيري ولا أفعل، فأنا ملام. يعني حتى ما أطيل عليكم، لو أخذنا قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أفتقد أبا بكر أيام خلافته ما بين فترة وأخرى، فلحقته يوما فإذا هو بظاهر المدينة، أي خارجها، قد خرج متسللا، فأدركته وقد دخل بيتا حقيرا في ضواحي المدينة، فمكثت هناك مدة ثم خرج وعاد إلى المدينة، فقلت لأدخلن هذا البيت بعده، فدخلت فإذا بامرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار، فقلت: يرحمك الله يا أمة الله، من هذا الرجل الذي خرج منكم الآن؟ قالت: إنه لا يتردد علينا حينا، والله إني لا أعرفه. فقلت: ماذا يفعل؟ قالت: إنه يأتي إلينا يكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويجلب لنا الماء ثم يذهب. فبكى عمر الخطاب حينئذ وقال: الله أكبر، لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. طبعا هذه القصة، انظر إلى هذا القائد، إلى هذا العظيم، يستطيع أن يفعل وقد فعل، لكن متى يوجه اللوم إليه؟ إذا كان يستطيع ولم يفعل. لاحظ إلى هذه الاستقلالية، ما قال أبو بكر: الناس بيحكوا علي إذا أنا رحت إلى هاي المرأة وكنست لها بيتها وطبخت لها طبخة وجليت لها قدورة، وإلى ما عمل حساب للناس. ليش؟ لأنه هو في مجال يستطيع أن يكون مستقلا بهذا العمل، بهذا الرأي، بهذا الفكر، بهذا السلوك، وقد فعل. لكن لو كان مستطيعا ولم يفعل، وما بدنا نقول مين هن اليوم مستطيعين أن يفعلوا وما عم يفعلوا، وكثيرين بسبب البترو دولار وغيره وغيره، نسأل الله السلامة. إذا لا نستطيع أن نكون مستقلين دائما. نعم، بارك الله فيك. كل الشكر والتقدير لكم سعادة الدكتور سامر يحيى على هذه الإجابة والمحاضرة القيمة النافعة. وفقكم الله وسدد خطاكم، والشكر موصول لكم حضورنا الكرام على حسن الاستماع والمشاركة في المداخلات. والآن ننتقل معكم لسعادة الأستاذ عدنان قلعجي ليوضح لنا على عجالة كيفية تحميل شهادة المحاضرة لهذا اليوم. مشكورا مأجورا، تفضل أستاذ عدنان، معكم الصلاحية. شكرا استاذ صفا، بارك الله فيكم، جعلها ان شاء الله في ميزان حسناتكم، وكل شكر موصول لسعاده الدكتور سامر يحيى الدريعي على هذه المحاضره الاكثر من رائعه. نعم احبتنا الكرام، سنقوم ان شاء الله سويه بشرح طريقه الحصول على الشهاده، وقد تم وضع جميع الروابط الخاصه بهذه المحاضره في صندوق الدردشه الشات لمن احب ان يدخل مباشره الى الروابط. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل وكتابة في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. ولمن كان من أعضاء المنصة، فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول يتطلب الأمر الإيميل وكلمة المرور. أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة، فبإمكانه الضغط على سجل مجاناً من الزاوية أو من أسفل الشاشة، ويتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها، ومن ثم اختيار الدولة التي نحن فيها.
بعد ذلك نقوم بالضغط على زر التسجيل، فترسل المنصة لنا رابطا على الإيميل الخاص بنا، وذلك لتأكيد الحساب. وهناك أيضا شرح مبسط لعملية التسجيل تجدونها في أعلى الشاشة. نعم، بعد ذلك أحبتنا نصبح أعضاء رسميين إن شاء الله في المنصة، وننتقل إلى الصفحة الخاصة بالمنصة أو ما يسمى بالحائط الذي يظهر أمامكم وتشاهدونه الآن. نختار من أسفل الشاشة اليمنى نظام عليم. نختار نظام عليم. ننتقل بعد ذلك إلى الأقسام الخاصة بنظام عليم والتي تشاهدونها أمامكم. نختار منها المحاضرات القادمة. نختار منها المحاضرات القادمة. وهنا تظهر لنا جميع المحاضرات التي ستقدم إن شاء الله، ونختار منها المحاضرة التي نحن بصددها، رحلة نحو التفكير المستقل، ونضغط على الرابط الخاص بها. ننتقل بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بهذه المحاضرة. قبل هذا تجدون زر التسجيل مكتوب هنا، زر التسجيل. نضغط على زر التسجيل، وبعد ذلك نقوم بتحديث الصفحة فتظهر الروابط الخاصة بالشهادة. هذه الروابط خاصة بالشهادة باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية، وعند الضغط على رابط إصدار الشهادة باللغة العربية أو الإنجليزية ننتقل بعدها إلى صفحة تحميل الشهادة. نضغط على تحميل الشهادة، ويتطلب الأمر رسوما رمزية قدرها 5 دولار، وذلك لاستمرارية المنصة. وهذه النماذج الخاصة بهذه الشهادة. هذه بالنسبة للغة العربية، هذا النموذج الخاص بالشهادة باللغة العربية، وهذا النموذج باللغة أو للغة الإنجليزية. نعم أحبتنا الكرام، ولمن يسأل عن طريقة تعبئة الرصيد فبإمكانه الضغط على علامة الزائد من أعلى الزاوية العليا، علامة الزائد في الصفحة الشخصية لكل عضو من أعضاء المنصة، فننتقل بعدها إلى الرابط الخاص بتعبئة الرصيد. وهناك عدة طرق، منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الائتمانية، أو التعبئة عبر البايبال أو شركاء الحوالات المالية. ولكل دولة هناك يوجد رقم خاص وشريك للمنصة فيها، أو الطريقة عبر الويسترن يونيون. وهناك أيضا فيديو مرفق لطريقة شرح فيه لطريقة تعبئة الرصيد في المنصة. نعم أحبتنا الكرام، أيضا تم وضع رابط التقييم لهذه المحاضرة في الشات، وبإمكانكم الضغط عليه وتقييم هذه المحاضرة. هذا هو النموذج الخاص بتقييم المحاضرة. نضغط على التالي فنذهب إلى الأسئلة الخاصة بهذه المحاضرة، وبإمكانكم الضغط عليها واختيار الأجوبة التي تختارونها. هذا هو النموذج الخاص بتقييم المحاضرة. بعد ذلك يمكنكم إرسال النموذج. نعم أحبتنا الكرام، وأيضا ننوه لأننا إن شاء الله سنقوم برفع التسجيل الخاص بهذه المحاضرة على الصفحة الخاصة للمنصة على اليوتيوب، وهذه هي الصفحة الخاصة للمنصة على اليوتيوب. بإمكانكم العودة إليها لمشاهدة جميع الفعاليات والورش والمحاضرات التي قدمت في المنصة. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية شرح طريقة الحصول على الشهادة، والكلمة الختامية للأستاذة صفاء، فتفضلي مشكورة مأجورة. جزيل الشكر والتقدير لكم أستاذ عنان قلعتي على هذا الشرح المتميز والنافع، نفع الله بكم وزادكم توفيقا وإبداعا. إن التفكير المستقل هو طريق النور، به تنفتح آفاق الحكمة وتتحرر النفس من قيود الجهل. مقولة جميلة للطبيب والفيلسوف ابن سينا. ومع هذه المقولة المميزة وصلنا معكم لنهاية رحلتنا الفكرية المثيرة نحو التفكير المستقل. لقد شاركنا معا في اكتشاف آفاق الحرية الفكرية والإبداع العلمي، مستلهمين من العقول العربية المتميزة عبر التاريخ. حان الوقت لنجعل هذه المحاضرة القيمة نقطة الانطلاق نحو آفاق رحبة في التحرر والإبداع، لنتجاوز حدود التفكير التقليدي ولنخلق
ولنحلق بعيدا في سماء الحكمة والتميز، ونتطلع معكم لمحاضرات جديدة قادمة بإذن الله، برعاية منصتكم العلمية الرائدة منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين. فلا ونذكركم جميعا بتفعيل جرس التنبيه الإشعارات لمواقع المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل مميز وجديد. نلتقيكم على خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونختم بدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا جزيلا لكم.